الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء. النهارده معايا مين؟ هحكي لكم الاول انه اي ام ممكن لو خلفت وفي عز ما هي حامل وفرحانه وبتحضر الهدوم وكده، وبعدين فجاه تكتشف بعد ما تخلف انه الابن او البنت طبيعتهم مختلفه عن بقيه الولاد، في ستاره سودة بتنزل على الوش، ما بتشوفش غير انه يا عيني يا حرام، طب وانا هعمل فيه ايه، طب وليه. كل الكلام ده اكيد واجه كل الامهات اللي بتبقى مقبله على الله انا هبقى ماما والولد هيطلع يعني نورمال بشكل طبيعي، وبعدين تفاجئ انه هو مختلف. طيب مختلف دي احنا بنقولها دلوقتي بعد ما بقينا بقى فاهمين وعارفين ويعني ايه مختلف، والمختلف ده يعني متميز في حتة معينة. زمان بقى على ايامينا كده كانش فيه الكلام ده، كان فيه بقى ده بركة، ده غلبان، ده هيدخلك الجنة، ده ما عندناش مشكلة في الكلام ده خالص. بس يعني مش معنى انه الولد نازل او البنت نازلة مختلفة انه اسيبه كم مهمل واركز مع الولاد التانيين اللي بقى هيدخلوا بقى جامعات ومش عارفه ايه، وده بقى ايه بقى قاعد جنبي كده اطبطب عليه ويطبطب عليا. انا الام النهارده اللي معايا الحقيقه عملت مجهود جبار، حست انه يعني لا ده مش دورها كواحده انسانه متعلمه ربنا حطها في اختبار كبير قوي، وهي يعني لازم تشتغل على ابنها ده علشان الحتة المختلفة دي تبقى حتة التميز. دكتورة رنا زيدان انتي منوراني، وانا شفت صورتك مع ابنك واحب ان احنا نبدأ بيها ونعرضها، حسيت بتفاؤل رهيب. والاول ما بقتش فاهمة هو في ايه المشكلة، يعني لانه الولاد اللي بيبقوا اوتستيك شوية ساعات بشوفهم هم طبعا شكلهم طبيعي، مش زي مثلا اللي بيبقى فيه سمات في الوش او شكل في الوش، لا ده بيبقى شكله عسل كده وطبيعي قمر يا حبيب قلبي، ربنا يحفظهولك ويخليهولك وعادي. بس بتبقى الخضة من الجوه بقى يعني من الشخصية. ازيك يا دكتورة رنا؟ الحمد لله. احكي لي الأول، أول ما خلفتي إياد إيه اللي حصل، واحكي لي على الرحلة كده من الأول. هو أنا خلفت إياد وأنا 24 سنة 25 سنة في السن ده، طبعا طبيبة شابة لسه صغيرة متخرجة، يعني لسه ببتدي نيابتي أول سنة نيابة، وحضرتك عارفة طبعا طريق الطبيبة طبعاً الشابة دي بيبقى شكلها إزاي يعني. أيوة طبعا. لسه بقى ورايا ماجستير ومذاكرة وتدريب ومستشفيات ونبطشيات وكده. فإياد اتولد طفل جميل جدا، امور جدا يعني، بس حبيب. في عينيا طبعا احلى ولد في لا الدنيا. لا وقمر ما شاء الله يا بس قلبي. صغير قوي يعني، قليل يعني كيلو 700 كيلو 800. كنت يعني والده في الشهر التاسع عادي؟ في التاسع عادي خالص، لكن هو كان مش بيكبر بالطريقه العاديه يعني. طيب ابتدوا بقى الاهل والاصحاب، ما انت صغنونه وقليله فولادك طالعين صغننين، الدكتور يقولي لا ما تقلقيش هو بكره يرضع ويكبر وكده. لكن هو دايما كان في تشالنج، يعني مش كل حاجه بتحصل عادي، يعني مش مثلا بناخد من الببرونه عادي، لا عندنا مشكله من اول الرضاعه، من اول كل حاجه، كل حاجه كانت مختلفه وصعبه. بس وطبعا انا يعني حديثه العهد بالامومه، فبقول كده يا جماعه هو في حاجه غريبه ولا ايه، مش زي لما صحابي اللي بشوفهم بيرضعوا. أيوة عادي. ايوه عادي كده. فتقال لي لا معلش تفائلي بخير، هو بس عشان قليل، هو بس عشان صغير، هو بس عشان مولود قليل شويه، انت هتتعبي شويه في الاول وبعد كده كل حاجه تبقى كويسه. على سن مثلا 5 6 شهور ابتديت الاحظ ان هو ما بيمدش ايده، لو بتلعبيه بمفاتيح ما بيمدش ايده يمسكها، ما بيصلبش ظهره، كل حاجه كانت بتحصل كانت بتحصل، بس بتحصل متأخر وبمعفرة يعني بتدريب بمحاولة مش لوحدها.
ولاني دكتوره يعني طبيبه ابتديت احس ان انا لا يعني انا كده الموضوع مش عادي ومش هسمع لكلام جارتي وصاحبتي وبنت خالتي وكده، لا لازم يعني تتوجهي بقى بالظبط ادور بقى. وطبعا احنا بنتكلم من 22 سنه، فالوعي بالتوحد ما كانش زي دلوقتي، فبالتالي هو الطفل ده بيعمل كده ليه؟ يعني هو في طفل بيخاف من المعلقه وانت بتاكليه؟ ايه يعني ممكن ولو انا باكله هو بيخاف من المعلقه، هو مش حاجه عايز تانية غير اللي احنا شايفينه. هو عايز ياكل في نفس شكل الطبق، لو غيرتي شكل الطبق نفس الحجم وكل حاجه بتاع بيبيهات ده عليه ده بديب، لو غيرتي شكله ما يرضاش ياكل يخاف يا حبيبي. دي كلها حاجات وبرضه بيسمعوا الاصوات اعلى مثلا من يعني مثلا لو احنا حاضرين مناسبه عيد ميلاد، الاطفال بقى بيحضروا اعياد الميلاد اللي هي فيها الدباديب دي اللي بيلبسوا العرايس، شو العرايس دي مأساة بقى بالنسبه لنا، ان صوت الدي جي والعرايس دي بالنسبه له كانه شاف وحش. كل ده على فكره ساعات بيحصل مع الولاد بس مش كله مع بعضه، يعني الطفل اللي بيبقى بيخاف شويه من العرايس مش هو نفس الطفل اللي بيخاف ما بيحبش ياكل بالمعلقه، مش هو نفس الطفل. فابتديت رحله الدكاتره والتشخيص. طبعا الرحله خدت وقت، زمان دلوقتي الامور اسهل بس وقتها خدت وقت طويل. والصدمه كانت كبيره عليا في سني ده، يعني اللي هو ايه ده، هو انا ابني مختلف مش زي الولاد العاديين؟ طب يعني ايه توحد؟ طب يعني هو ده مثلا هيتعلم؟ طب احلامي توصل لحد فين؟ يعني هياخد الابتدائيه مثلا ولا هيعدي كده؟ طب هيتعلم تعليم عادي ولا تعليم موازي؟ طب ولا قعده في البيت خالص؟ كل دي كانت افكار بتيجي في دماغ الام في الوقت ده على فكره، وافكار اكتر منها اللي هو لو جرى لي حاجه وسبته هيعمل ايه؟ اخلف ولاد تاني ولا لا؟ كل دي افكار عادي جدا ان هي تيجي في عقل الام ساعتها. طبعا. بس هو انا يعني اكتشفت كده انه انت ما عندكيش اختيارات. طبعا. الاختيار الوحيد انك تفضلي تحاولي. وانك تثقي بالله وانه ربنا ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. انما المجهود، مجهود الامهات في تربيه الولاد اللي على الطبيعيين وكده مجهود صعب. اضربيه في كام بقى؟ اضربيه في كام علشان تاكليه؟ وعلشان تخليه يكتب، وعلشان تخليه يكتب بالقلم اللي هو يعني هما بقى ساعات يزرجنوا في حاجات معينه. هو كان من النوع كمان الهادي ولا العنيف؟ لانه احيانا الولاد دي ممكن يا حبايب قلبي هم مش عارفين يعبروا غير بالعنف، غير بالصريخ، غير هل هو كان كده ولا كان كده؟ بصي هي كل حاجه كانت مراحل. عشان كده دايما اقول الامهات لما بتسالني او لو اقابل حد مثلا عنده حاجه كده اقول لها ايه، اوعي تفتكري ان الوضع اللي انت فيه ده هتفضلي فيه. هي كل مرحله لها سمتها. في وقت مثلا هو مش عارف يتكلم فبيصرخ، بعد شويه هيبتدي يعرف يعبر بس بطرق ثانيه. كل حاجه كانت بتبقى صعبه. اياد ما كانش عنيف الحمد لله، لكن كان لو انا سبته لوحده هو مش هيتعامل مع الناس، مش هيبص لهم، مش هيرد، مش هيتكلم، مش هيلعب مع حد. فانا كنت على قد ما بقدر بحاول انكلود هيم دايما في سيف كوميونيتي زي ما بيقولوا، وسط مجموعه امنه. انا مين ساعدك؟ مامتك، اخواتك؟ طبعا اصحابي، اهلي، مامتي، اخواتي، طبعا ولاد اخواتي. ساعدوكي ازاي؟ بالطبطبه ساعات. انت طبطبه عليكي انت؟ صحيح. طب هو بيتكلم؟ اتكلم ولا لسه؟ دلوقتي بيتكلم، كلام مش واضح قوي لكن هو بيتكلم. ما شاء الله حبيب قلبي. هو بقى عنده كام سنه؟ اياد 22 سنه، بيدرس هندسه برمجيات في الجامعه دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، هندسه برمجيات. طيب هل هو كان ذكي، ذكاء خارق يعني؟ يعني اصل هم ساعات يقولوا ان هم عندهم ذكاء في الماس ومش عارفه ايه، مختلفين بقى فدماغهم رايحه، ولا عادي برضه؟ والله انا كنت بحسه عادي، هو بس في ميزه عننا. ايه بقى؟ عننا كلنا. هو مثابر. يعني هو لو قلت له انت لازم تذاكر الدرس ده اللي الولاد مثلا العاديين بيعرفوه بيذاكروه ساعه، هو ممكن يقعد 3 ايام كل يوم 6 ساعات يذاكره وما بيزهقش وما بيتعبش وما بيقولش انا تعبت يا مامي وكفايه كده، هو بيفضل وراه لحد ما يحققه. بس دي ميزه خطيره حقيقه. هو ده الدرس اللي علمه اياد ليا ولاخواته. ايه بقى؟ ان سر النجاح في المثابره والاصرار. طب هو جاب المثابره دي منين؟ يعني هو فاهم ان هو
يعني لازم يذاكر الدرس ده عشان يعدي فيه، ولا هو عنده حتة التكرار دي؟ ما هو في الاوتيستيك دول عندهم التكرار، فهو دي ولا دي؟ انا بحس ان هو عنده اصرار انه يثبت انه كويس، يعني انه ينجح في الحاجه اللي بيعملها. هو عنده، هو حاسس انه هو اولا احنا بنتكلم مع الولاد دي كتير، حتى لو هما يبانوا مش فاهميننا بس هما بيفهمونا، بيفهموا الام كويس جدا. هي تتكلم معاك كتير، يعني كان عندي حدوته بحكيها كل ليله. ايه الارنب والسلحفه اللي هي اللي بتمشي ببطء بس بتوصل، كل يوم تقوليها؟ كل يوم لي ولاخواته. وبعدين بس فخلاص هو استقبل الحدوته دي، استقبلها وعارفه اتشحن بيها، اتشحن بيها انه انا لو حتى سلحفه، يعني لو انا قدراتي مش زي الارنب بالاصرار هوصل. وعلى فكره الولاد التوحد بياخدوا كتير قوي من الام، يعني لو هي مؤمنه بيه هو هيؤمن بنفسه. طيب قولي لي، انت دكتوره واستاذه في الجامعه ومناصبك ماشيه ما شاء الله، الله اكبر، يعني عشان بس في ناس تقولك ايه، اصل هي عشان ابنها فهي عشان لو راحت شغلها هتاثر مع ابنها فبتضطر تسيب شغلها عشان ما تاثرش مع ابنها. انت عملتي المعادله دي ازاي؟ طبعا مامتي ساعدتني كتير في السن الصغير، لكن برضو كنت بحاول اوازن يعني. بس ما ضحيتيش بشغلك؟ لا ما ضحيتش، يعني عشان في دي دايما كده اقول لك معلش هي كان لازم تضحي بشغلها عشان تربي ابنها. بصي، هو الموضوع ده بيختلف من ست لست، من ام لام، ومن زوج لزوج، ومن ظروف بيت لظروف بيت. انا كنت بعمل ايه وهو صغير؟ بدور على الشغلات اللي مواعيدها تناسبه. فهو مثلا سايب في الحضانه او في المدرسه لحد الساعه، ما هو انا برضو مش هعزله عن العالم من كتر خوفي عليه، وافضل حاطاه في حضني وقافله علينا البيت احنا الاثنين. هو لازم ينزل للعالم عشان طبعًا يتحدى الصعوبات بتاعته. فبالتالي اوديه مدرسته او حضانته واروح شغلي وارجع اخده. وانت بس المدرسه والحضانه كانوا سبورتيف؟ في بيبقى في ساعات سبورت سيستم وفي ساعات كارثه قوميه اسمها انا عارفه في كارثه اسمها مديم، يا مديم تعالي يا مديم شوفي ابنك عمل مش عارفه. يا مديم ايه يا جماعه، هو انا سايبه اقول لكم عشان انا اللي افضل رايحه جايه؟ انا كنت بشوف ده في المدارس على طول. صحيح. وانا بقى احنا عدينا يعني على مدارس كتير حقيقه، اتنقلنا من مدرسه لمدرسه، بس في الاخر وصلنا لمدارس. هو الوعي بيزيد بالتدريج برضو. يعني انا مش يعني اللي انا قابلته من 22 سنه ما اعتقدش ان الامهات بتقابله دلوقتي. من 22 سنه كنت بروح ساعات المدرسه ليهم سايبينه يلعب في الجاردن لوحده، اصله مش هيفهمنا. طب حضرتك حاولتي؟ طيب خليه يقعد في الكلاس روم يسمع. لما يسمع، هي حتى لما كان يعمل الهوم ورك الواجب بتاعه كانت المدرسه تقولي اكيد حد حلله له. يا حبيبتي والله ابدا، هو بس انا بقعد معاه نعيد ونزيد لحد ما يعرف يعمل الهوم ورك. دلوقتي الناس فاهمه يعني ايه توحد يعني طبعاً. لا طبعا دلوقتي مختلف، لكن احنا طبعا في السن الصغير بالذات غيرنا مدارس. طب هو ما عملش صحاب خالص؟ بالعكس، ده عنده صديق اسمه ادهم. ادهم ده يعني صديق عزيز جدا، ده من ايام المدرسه، وبيحبه وبيتعامل معاه عادي. ادهم سبورت سيستم لإياد حقيقه لحد النهارده. اياد لما دخل الجامعه كمان عمل اصحاب، عنده صديقه اسمها عهد بتقف جنبه بتساعده ان هو يعرف ايه الحاجات الاساينمنتس بتاعته، بتساعده انه يسبمت، تدخل معاه في البروجكت. هي يعني بير سبورت، يعني هم بيبقوا عارفين ان هو محتاج حاجه معينه. وفي ولاد بينفروا يعني في ولاد بينفروا وفي ولاد بيساعدوا، بيحبوا وبيقبلوا ان هم يساعدوا. الاجيال الجديده جميله وفاهمه ده كويس جدا، واغلبهم بيساعدوا. يعني لا، الخير كتير قوي في ولادنا على فكره، بس احنا مش واخدين بالنا. يعني حتى انا عمري بصراحه يعني مع اياد مثلا في اخر مثلا 10 سنين انا عمري ما لاحظت ان هو ممكن يتعرض لتنمر. بالعكس، لو حد غلس عليه 10 هيمنعوا ده حواليه حتى لو انا مش موجوده. فبقيت بقدر اسيبه وانا مطمنه، لان دايما حاسه انه في ناس حواليه بتحبه ورحيمه القلب وعارفه كويس ان هو واحد مجتهد وله حق ان هو يحس بنجاحه على قد اجتهاده. طب هو بيتعامل بالكلام ولا بيتعامل بالاشاره ولا بيتعامل بايه؟ بيتعامل بالكلام، كلام مكسر صحيح،
يعني زي ما يكون حد مثلا مش مصري وتعلم عربي قريب لكن واضح ويعرف يوصل لك الفكره. يعني هو هو برضو دي حاجه مهمه ان الام تعرف انه ما فيش حاجه نهايه العالم. لو هو ما بيعرفش يعمل حاجه هندور على طريقه تعوض ده. يعني لو ام عندها ابن مثلا ما بيشوفش تقوي الحواس التانية بحيث ان هو يقدر يعيش. مش معنى انه ما بيشوفش خلاص انا خايفه عليه فاحبسه. أيوة. لا، هو هيقدر يتكيف مع الوضع. بس انت اديله ثقه انه يقدر يعمل ده وحاولي تدوري معاه على الحاجات اللي يقدر يعملها. يعني مثلا اياد ليه اخترنا البرمجه؟ ان هي مش محتاجه تواصل مع الناس كتير، هي محتاجه يقعد قدام الكمبيوتر which is okay بالنسبه لي. طيب انت كان في ازمه صحيه مريتي بيها بشعه كبيره صعبه، احكي لي على الازمه دي اللي انت مريتي بيها وابنك استقبلها ازاي، اياد استقبلها ازاي؟ وكنت من سنتين تقريبا تعرضت لنزيف مفاجئ في المخ. يا روحي زعلتي ولا ايه اللي حصل؟ ولا ضغطك عالي ولا تعصبتي؟ لا مش عارفين، بس يعني اللي حصل ان فجاه بقى في نزيف في المخ وانفجار في شريان، تمدد شرياني، واحتاجت عمليه في المخ وبعد كده سلسله من القسطرات والحاجات دي. في الاول او يمكن بقى المثابره واخدها مني اياد، يعني لانه في الاول كانوا بيقولوا يعني ان نسبه نجاح العمليات دي ما تزيدش عن 20%، واني لو عشت ممكن يبقى في حاجه كمان يعني يحصل حاجه بالزبط. يحصل سايد افكت، يحصل تقل في اللسان، يحصل شلل، يحصل. بس الحمد لله انا كويسه يعني بتحرك وبشتغل وبسوق. ربنا يحميكي والحمد لله على سلامتك. هو استقبل القصه دي ازاي؟ يعني طبعا كان متضايق، واحنا انا واياد روح واحده يعني احنا لازقين في بعض قوي زياده عن اللزوم. بس في الاول طبعا وكان بيدعي لي كتير وكان بيقعد قدام الرعايه طبعا، وانا عايز ادخل انا ماليش دعوه انا عايز اشوف ماما. يا حبيب قلبي It was really hard. يعني حاجة فعلا صعبة على حد في سنه، وكمان هو كان طالب في ثانوية عامة وقتها، فكان يعني كمان عنده مذاكرة ويعني لازم ياخد باله من السنة. أنا اتهبلت على الصور يا رب. دي الصورة دي يوم حفلة تخرجه من الثانوية العامة. حبيب قلبي. وعلى فكرة هو كان ثانوية عامة مش أمريكان. قمر مش حاجة. الصورة دي قمر، أنتوا الاثنين قمرات. شكرا حبايبي. دول اخواته السبورت سيستم بتاعه. طب انا لما شفت صوره اخواته ما بقتش فاهمه مين فيهم ايه. يعني انا مليكه في ثانيه كليه الطب. أيوة. وتايم لسه في ثانيه اعدادي، وهما الاثنين الحقيقه سندوا في ايوه الدنيا. يعني لما تتفرجي على الصوره لا يمكن تقولي في حد مش طبيعي يعني. الحمد لله كلهم عادي نورمال جدا ولذاذ وما فيش حاجه. مليكه اخته هي الام الثانيه يعني. يا روحي يا حبايبي. طب قولي لي السوشيال لايف بتاعته إيه؟ احنا برضو عايزينه يحب ويتجوز ويتعامل لا انا بفكر في كل موضوع في وقته. احنا دلوقتي هدفنا ان احنا نخلص الجامعه ونشتغل. صح. هو بقى انت بقى عملتي جدات بقى. الجدات بقى بصراحه دول بقى ايه مصدر الحنيه يعني. مامتي ومامه الدكتور محمد جوزي بيدلعوه جدا وبينكلودهم بقى، يخرجوا معاه ويروحوا معاه وكده ويخرجوا يعني يدخلوه في يروحوا مع النادي. هو يعني هو مش حمل على حد يعني. هو انا واضح ان هو خفيف الشخصيه يعني انت بتقولي حتى بيقعد على الحاجه عايز يخلصها يعني متحمل المسؤولية. يعني هو بيخدم نفسه كمان يعني. هو بيأكل نفسه. بيعرف يحضر نفسه أكل. بيعرف ده في ما بيعرفوش يعملوا أي حاجة. وعلى فكرة هو عنده السكر، فهو بيعرف يحضر نفسه الأكل، بيعرف يحسب نسبة الأنسولين اللي هياخدها قبل الوجبة، وعارف يقيس لنفسه السكر إمتى. ما شاء الله. لا ده هو مش حمل خالص. بصي أنا كنت مصممة على ده من هو صغير، إنه ما يبقاش يعني ما يبقاش اتكالي على حد، يعتمد على نفسه. علشان طب انت فاهمه يعني انه في ناس طبعا اتكاليين طول الوقت وما حد ما بيعرفوش يعملوا لنفسهم كوبايه شاي وهم ما فيهمش حاجه يعني، وما بيذاكروش وبيسقطوا ومش عارف ما فيهمش حاجه. فطبعا بالنسبه لي ده لا انا احب يعني انا احب ده اكتر من حد تاني يقال ان هو طبيعي، بس ده بالنسبه التاني ده مش طبيعي خالص. بقول لاخواته لو عندكم نص المثابره دي كان زمانكم في حته تانية. طبعا زي ما بقولك هو ربنا بيعوض بحاجات تانية. بس احنا نكتشفها ونقويها. وما نعاملش الولاد دول على ان هم يا حبيبي انت عيان وقعد على جنب خالص. هو واحد عادي. بيجي لك ستات عندهم نفس المشكله بتبقي
بيستشيروكي؟ اه كتير قوي على الفيسبوك ماسنجر وعلى وفي عادات وكده، بفضل اقول لها على فكره الايام اللي جايه احلى بكتير، انت في اصعب وقت، ودي حقيقه على فكره، انت ما بتشوفي بقى مجهودك ونجاحه بتحسي ان ده اكبر انجازاتك في الدنيا. طبعا الانهيار بتاع الستات ممكن يؤثر بعد كده، هل انهيارها انت ما كانش بيجي لك حالات انهيار؟ اكيد كنت بيجي لي، بس يعني بس مش بتأثر على الأداء؟ لا مش بتأثر على الأداء، وبرضو اللي حواليا سواء بنتي او مامتي او اختي او طنط مامه محمد كلهم كانوا بيشجعوني، اللي هو ده انت عامله حاجه كويسه جدا، ده هيبقى في زي يعني انا فاكره ليله نتيجه الثانويه العامه دي كانت ليله ما انساهاش في حياتي. كان جايب كام في المية؟ 80 ما شاء علمي الله رياضه. ما شاء الله which is كويس جدا قوي. انا مرعوبه على النتيجه، اختي كلمتني قالت لي بصي يعني عادي يعني تقبلي اي حاجه، يعني لو حصل حاجه وعد السنه هيجري ايه يعني يا رنا، خدي الموضوع ببساطه. قلت انا بس خايفه على فرحته، انا بالنسبه لي انا وراه يعني ما فيش مشاكل، بس الفكره انا مش عايزاه يحبط، مش عايزاه يحس ان تعبه راح هدر، بس ربنا ما بيضيعش تعب حد. وعملتوا ايه لما النتيجه طلعت وكان شكل الاحتفال عامل ازاي؟ بصي 6 ساعات انا تقريبا بعيط وبضحك وبرقص وبغني وبتنطط ودموعي نازله 6 ساعات بجد مش حاسه بالدنيا. وبعدين عملنا له حفله كبيره طبعا، والاهل كلهم بقى فضلوا يكلموه كده، هو كان فرحان قوي 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 يا حبيبي يعني. يا حبيبي ربنا يفرحك بيه، حاجه جميله. وانا متخيله انه 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 التعب لما بتلاقي نتيجه التعب، وانت قلتيها لي قبل الفصل ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، انت احسنتي في اياد وربنا اداكي ثمره النجاح، بتشوفيها قدامك بتكبر كل شويه، ربنا يحميها. رب عايز يشتغل ايه؟ طموحاته ايه؟ مهندس بقى، مهندس برمجيات قد الدنيا. ان شاء الله ان شاء الله. هو بيتعلم البرمجه، هو في سنه ثالثه، وهو على فكره بياخد شهادتين زي ما قلت لحضرتك قبل الهواء، شهاده في مصر وشهاده من مصر وشهاده من اريزونا في جامعه الجلاله. انت قلتي لي هو بيدرس في جامعه الجلاله. أيوة. وجامعه الجلاله عامله كولابوريشن مع جامعه في امريكا، فهو بياخد شهادتين، يتخرج بشهادتين. طيب انت بالاداء اللي قلتي لي عليه ده يعني ممكن يطلع يعمل ماسترز بره وما تبقيش قلقانه ان شاء الله. ان شاء الله يعني ربنا هيوحشك، بس انما اعتقد يوحشني بيعمل لا اكل. ما اقدرش اسيبه طبعا، لا لا مش هيوحشني، انا هبقى معاه هروح معاه، روحي اتفسحي معاه. بس هو واضح ان هو عنده احساس بالمسؤوليه كبيره، بياكل نفسه بيعمل لنفسه، يعني في عيال ما تعرفش تطلع تسافر تقعد لوحدها وبرده ممكن تجيب لاهلها كافيه بعد الشر، انما انت ان شاء الله ان شاء الله يعتمد عليه ونفرح بيه كده لما يشتغل يا رب. يعني نحضر كلنا حفله تخرجه باذن الله. انزلي بس على صفحتك كده عشان نتابع. اكيد. شكرا يعني قوي. دكتور رنا زيدان انت منورتيني، ومبروك يا اياد، وان شاء الله نفرح بيك كده يا حبيب قلبي. شكرا ليكي، نورتيني يا شكرا قوي. شكرا. عندنا فاصل قصير ونعود. مشاهدينا مرة تانية في سورة التوبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. دكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية، حضرتك اشرح لنا هذه الآية الكريمة. من ربنا عز وجل لكل من شارك في إعمار مسجد، وإعمار المسجد إما بناؤه أو تشطيبه أو أن أنت تملاه تخلي بالك منه تصلح تصينه باستمرار. يعني مين بقى اللي هيدخل في ده؟ ناس محددة مش أي حد. يعني احنا بنعرض مسجد عائشة أم المؤمنين اللي في الفيوم. احنا الحمد لله كده 163 مجمع إسلامي على مستوى الجمهورية الحمد لله. مسجد بقى اللي احنا بنعرضه مين هيشارك فيه؟ بيشوفنا مثلا 10,000 أو مليون واحد، مش هيشارك إلا اللي ربنا شهد له، اللي هو مين بقى؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، المؤمن بس، خلاص؟ من آمن بالله وأقام الصلاة، اللي هو بيحب الصلاة فعارف يعني إيه مسجد، خلاص؟ وأقام الصلاة وآتى الزكاة وبيدفع الزكاة وقليل ما هم، خلاص؟ وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ما بيخافش إلا من ربنا. إيه علاقة لم يخش إلا الله بعمارة المسجد؟
ان الناس لما انا هعرض عليك المسجد دلوقتي وتقول لي لا ده احنا اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع, ده بيخاف, بيخاف من الجوع, بيخاف من الفقر. انت لا احنا ودي كراتين غذائية بدل مسجد معايا, ده خايف على الفقراء. ده هو احنا ده وقته, ده احنا رايحين مدارس ومصاريف الجامعة والكلية والعيال والكلام من ده, او ما انا ادفع في جامع, ده وقته, ده البلد ملانا مساجد. معايا؟ لم يخش الا الله. اللي بيشوف مسجد محتاج بيطلع على طول, ما بيتكلمش. ليه؟ لانه مش خايف لا من الفقر ولا من الحوجة ولا من العوز, لانه مؤمن ان الجنيه اللي هيخرجه هيرجع له من 10 اضعاف ل 700 ضعف. ده هو الكسبان, ده استثمار. ايوه. نقطه بقى مهمه قوي, فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. ايه ده بقى عسى هنا؟ ده فعل, ده فعل رجاء. يعني ايه؟ كان ربنا بيتمنى ان هم اللي هيعمل كده هيبقى من المهتدين. لا لا لا, معناها هنا غير خالص, غير رجاء. ده بيقول لك هم دول فاولئك هم المهتدون. ايوه, خلاص عشان تبقوا عارفين, ده هم دول اللي انا هاديهم. خلاص, والمهتدون الى الجنه. خلاص كده, المهتدون هنا اللي هم الى الجنه, يعني أيوة. ايه ربنا هداهم للجنه. ما بص يا جماعه, مفيش حد هيشارك في مسجد الا هيدخل الجنه. عاده لو كان اكل حقوق الناس. خلاص, اصل هو مش هيبقى مشرك لانه هو بيتبرع في بيت ربنا. خلاص, انما لو انت اكل حقوق الناس, سارق, مرتشي, الكلام اللي احنا بنشوفه ده, اكل ورث اخواتك, لا 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 لا, انسى الكلام ده, مش هينفعك. هيروح لهم هم, مش هتاخد انت ثواب. خلاص, انما لو انت مش من دول, انت رايح الجنه. رايح الجنه ليه بقى؟ اسمع بقى, ده مين؟ ده بيت ربنا. خلاص, وعدك ربنا ان انت لو شاركت فيه ولو حتى بطوبه, خلاص حجر طوب, هيبنى لك قصر في الجنة. مين اللي هيبني القصر؟ الله. هو هيبني لك قصر ومش هيدخلك فيه كده, انت رايح الجنة. رايح الجنة. خلاص, حاجة تانية, المسجد ده هيصلى فيه كم واحد؟ هيصلي فيه إلى أن يهدم, إلى أن يهدم. واللي مثلا المساجد بتتهدم بعد 100 سنة ترميم, يعني تدخل صيانات معايا, بعد 50 سنة صلى فيها كام؟ مليون. مليون صلاة صلت في المكان ده بكم حسنة؟ في ميزان حسناتك. والشال قدهم سيئات, انت لسه عندك سيئات كده؟ كده انت ضمنت الجنة. حاجة تانية, هيتقال فيه كم حديث؟ هيصلى فيه كم جمعة؟ هيتقال فيه كم درس علم؟ هيصلى فيه كم جنازة؟ ده صلاة الجنازة الواحد بياخد فيها إيراد في الجنة. شوف كم واحد صلى على جنازة واحدة, صلى مثلا 100 واحد صلوا على جنازة ب100 إيراد في الجنة, انت تاخد زيهم لانه صلوا عندك في الجامع اللي انت بنيه. خلاص, طيب كم جنازه بقى اتصلت في المسجد؟ انت متخيل ده اللي بيبني المسجد ده؟ شوف لما ياخد صق ان ربنا يقول امن. مش النبي اللي قال كمان صلى الله عليه وسلم, ده ربنا اللي بيقول انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم, خلاص, بالله واليوم الاخر, واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله. عشان كده بقول لكل الحبايب, احنا دلوقتي في شهر عظيم, شهر اتولد في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما تيجوا نتقرب الى الله ان احنا نخلص بقى مسجد عائشه ام المؤمنين, نصبه ونشطبه. مين هيجيب لي باب الشبابيك؟ فين؟ مين هيفرش في الفيوم في ايد صلى الله؟ تمام, نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل. منذ فترة وجيزة كنا هنا وكنا نضع أساس مسجد أم المؤمنين عائشة, وها هو الآن يتجهز الدور الأول لأن يقام سقفه, ثم بداية لارتفاع الدور الثاني, مجمع مسجد ومكان لتحفيظ القرآن, نعم, ومكان لليتامى. إنه مجمع جديد اسمه أم المؤمنين عائشة, فمن يبادر ويساهم في أن يقيم هذا لله مسجداً ويقيم على اليتامى ويكون مساعداً لهؤلاء الأطفال في هذه القرية أن يحفظوا كتاب الله, فالجميع يأتي يوم القيامة إليك يناديك وأنت في أرض المحشر, يا عبد الله تعالى حتى تدخل معي الجنة, فأنت من سترتني وأنت من كنت سبباً في حفظ القرآن. ها
هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلكم من المتقين يا رب العالمين، وأصلح ذات بيننا، ولا تخرجنا من هذه الدنيا يا ربنا إلا وقد أكرمتنا، إلا وقد أعنتنا على الصدقات، إلا وقد أعنتنا على الزكوات، إلا وقد أعنتنا أن نملأ الأرض مساجدا يعلو فيها صوت الحق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. ناقص إيه في المسجد عشان الناس تبتدي تدفع فيه؟ المسجد يا جماعة احنا كده واقفين على السقف، هنرفع بلوكات زيادة عشان نقف نعلي المسجد شوية. عايزين نصب المسجد وعايزين نشطبه، ده اسمه بيت ربنا. بص، اللي هيشارك في المسجد ده أنا بقول لك ضمن بإذن الله يدخل الجنة عدا آكلي حقوق الناس. ماشي؟ طبعاً. ماشي؟ هيبنى لك قصر في الجنة، واللي هيبنيه ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. المنطقة دي أقرب مسجد لها على بعد 3-4 كيلو. المنطقة دي فقيرة، محتاجة بيت ربنا عشان الناس تصلي فيه، عشان نفتح مكتب تحفيظ قرآن فيه، عشان نغذي المنطقة بالروحانيات، عشان الملائكة تنزل، وكل ده كل ده يبقى في ميزان حسناتك يلي هتشارك معانا. الهمة، احنا محتاجين حديد، محتاجين اسمنت، محتاجين سن، محتاجين رمل، محتاجين اجرة العمال، محتاجين اللي بواجه الشبابيك، محتاجين المحارة، الدهان، السباكة، الكهرباء، محتاجين الفرش، محتاجين الصوتيات، محتاجين. ده بيت الملك، بيت الملك. شوف لما حد يجي مثلا تكون انت بتبني بيت ولا حاجة، حد يجي نقطك، انت بترد له النقوط ولازم تزود عليه شوية، مش كده؟ لأن انت لو اديته نفس النقوط يبقى انت مش عايز تعرفه بعد كده، بتقول له بص خد فلوسك مش عايز اعرفك تاني، بتقطع معاه العلاقات. انما لو بتحبه هتدي له الضعف عشان هو بعد كده هيديك الضعف، صح؟ ده النقوط في بيتك. فبالك لما تبني للملك، لملك الملوك مقسم الأرزاق، تبني له بيت في الأرض، ضمن لك الجنة. خلاص كده؟ حاجة كمان، لما يقول لك إيه الله نور السماوات والأرض، معايا؟ ارجع كده في نهاية الآية، شوف الآية اللي بعدها بقى. هو النور ده فين؟ هو نور ربنا في الأرض بيكون فين؟ طلع قال لك إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. ولا أنتوا متخيلين يا جماعة؟ يعني النور ربنا، أنا ببني البيت عشان نور ربنا هيتجلى فيه. يا ده انت كده هتاخد ثواب تاني خالص، ده انت كده بقيت من المقربين الى ربنا عز وجل. تمام؟ فهنا بيوت ربنا اللي اذن، هو اذن ان البيت ده يتبنى، خلي بالك عشان ما تخسرش. هو خلاص البيت ده هيتعمل، مسجد ده هيتبنى، هيتبنى، هو ربنا اذن ان يتبنى. خلاص، فاياك انت تكون عرفت وما شاركتش فيه. ليه بقى؟ لان ربنا لما ياذن انت لازم أن تشارك في من سينفذون هذا الاذن عشان تنال شرف العبودية لله عز وجل والقرب من ربنا عز وجل. فعشان كده أنا بقول لكل الحبايب، أبوك ميت، يلا بسرعة ادخل بطن حريت في المسجد ده على روح أبوك، ولو مش قادر يلا دخل ألف وألف طوبة، يعني دخل إسمنت. ده أنا بقول أهو، لو أنت بتحب أبوك اللي ساب لك ورث يعني أمك، تمام؟ طيب أنت بقى مستني ولادك يعملوا لك، ما تعمل وانت عايش، اعمل عشان ولادك بنية ان ربنا يرفع عنك القرب والهم ويبارك لك فيهم وينجحهم لك ويوفقهم لك ويشفي مريضك. ادخل بالنوايا دي كلها مع ربنا في بيته، تمام؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال. رجال، ماشي كده؟ رجال، ده انت هتتكتب كمان عند ربنا رجل، ما هو مش كل الذكور رجال، خلي بالك. خلي بالك يعني معايا، لا ده في اناث بميت راجل، وفي ذكور ما حتى ما سويش في عالم العالم بتاعنا 5-6 نساء يعني. فعشان كده انت هتاخد بيانات كبيره، انت معمر لبيت الله، انت رجل في ملكوت السماوات والارض، انت عبد من عباد ربنا المقربين. ليه بقى؟ انت قدمت للملك بيت، الملائكة هتنزل تصلي فيه، وصلاة الملائكة ده تبقى في ميزان حسناتك برضو. أيوه. إلى جانب البشر اللي هيصلوا في المسجد. يا أخوانا، أنت عارف، هقول لك على سر جميل قوي. أنتوا عارفين الأذان؟ أيوه. كل من يسمع الأذان بيكتب للي بنى الجامع ده كأنهم صلوا، حتى لو ما صلوش. أنت متخيل؟ يعني في ناس هتستجيب للأذان وهتيجي تصلي،
وفي ناس هتسمع الأذان وهتصلي في البيت، وفي ناس هتسمع الأذان ومش هتصلي. لا 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 لا، ده أنت مجرد ما ينادى الله أكبر اتكتب لك إن كل صوت سمع الأذان ده، كل أذن سمعت الأذان ده، أنت كأنهم صلوا، وكتب لك ده في ميزان حسناتك. لسه بتفكر؟ يلا بسرعة اتصل على 19038 دلوقتي واطلب إنك تزور المكان. إيه المانع؟ في ناس دلوقتي زوجات مقاولين معانا بتفرجوا، في ناس تجار حدايد وكلام من ده بتفرجوا علينا دلوقتي، ممكن تقول لنا هاتوا عربيه خدوا الحديد اللي انتوا عايزينه للمسجد، ايه المشكله؟ ناخد. طب انت ممكن تيجي تشوف المسجد وتشطب انت؟ ايوه. ممكن تقول لي طب وعد مني ان انا هفرش الجامع، وعد مني ان انا همحره، وعد مني هجيب السباكه بتاعت الجامع كلها. فين يا جماعه تجار السيراميك؟ عايزين سيراميك للمسجد. نعم. بص احنا النهارده بنتكلم مصبت المسجد وبرضو بس، وبرضه علشان الناس يعني المسجد ده على بعد قد ايه اول اقرب مسجد؟ ما بين 3-4 كيلو. مسافات بعيده جدا. أيوة. والناس ديت معظمها ما بيصلوش جماعه. ايوه صحيح. المشوار انت عارفين الايام دي كده بيبقى الشارع المسجد يعني موجود في الحاره اللي احنا فيها او في الشارع اللي احنا فيه. لكن في اماكن لغايه دلوقتي ما فيهاش، في اماكن بيبعد اقرب مسجد لها على بعد مثلا 10-20 كيلو. ما بيروحوش. وده بقى اختيارنا احنا، بنعمل صحيح كده معايا. يعني احنا مساجدنا اللي احنا بنبنيها لها شروط معينه، ما بنبنيش مسجد جنب مسجد او قريب من مسجد يعني. طيب خلينا نروح نشوف تقرير تاني ونرجع نكمل حلقتنا. الله يتقبل ويبارك. يوم مشرق جميل، موجودين دلوقتي في هذا المكان وبالتأكيد شايفين حواليا أكتر من 20 عربية نقل ضخمة محملة بخيرات الله، آلاف الكراتين، مئات البوتاجازات، وأشياء أخرى كتيرة جدا، أطنان من المواد الغذائية. كل ده هينطلق بإذن الله سبحانه وتعالى ليجوب أكتر محافظات مصر احتياجا، هيروح لأبعد المناطق اللي ممكن يوصل لها الإنسان ليساعد إخوانه في هذه الأماكن. بالتأكيد إحنا بمفردنا كأحاد وبقدراتنا العادية مش هنقدر نوصل حلايب وشلاتين ولا برمات. قدرت جمعية البر والتقوى بمساعدتكم ودعمكم إن هي تجهز هذه القافلة، 22 عربية نقل ضخمة زي ما احنا شايفين هتنطلق بإذن الله سبحانه وتعالى لتصل لهذه الأماكن اللي احنا ما بنقدرش نوصل لها. بدعمكم ومساعدتكم بالكلمة الطيبة بمد يد العون لجمعية البر والتقوى تقدر توصل لكل الأماكن في مصر اللي محتاجة. القافلة دي متحركة بإذن الله بعد ساعات من دلوقتي على حلايب وشلاتين وأبو رماد. هترجع القافلة دي بإذن الله عشان تتجهز مرة تانية عشان تروح منطقة الحسنة. عارفين كويس قوي منطقة الحسنة دي في سيناء. إذن الخير والبر والمعروف مع جمعية البر والتقوى بيوصل لكل مكان في مصر والأكثر الأماكن احتياجاً اللي بالتأكيد لنا ولنت بمفردنا نقدر نوصل لها. بدعمكم المستمر تستمر القوافل ويستمر الخير ويوصل بإذن الله تعالى لمستحقيه. تقبل الله منا ومنكم، وتذكروا دائما وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كلمنا عن القوافل وبتروح لفين؟
هو طبعا بفضل الله عز وجل احنا الجمعيه الوحيده اللي وصلت لكل حدود مصر. الحمد لله عز وجل، سواء كان في النوبه، مصر النوبه، سواء كان في السلوم ومرسى مطروح في النهايه سيدي براني وكده، سواء كان في الوادي الجديد، سواء كان في حلايب ابو شلاتين، سواء كان في شمال سيناء رفح والشيخ زويد بكرة. احنا طبعا كلكم عارفين ان احنا كنا الاسبوع ده موجودين في شمال سيناء، حاجه اسمها اسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر. ايوه دي اول قافله بالشكل ده ما حصلتش في تاريخ مصر، ومساله مجهده جدا انك تقعد في بلد شهر اسبوع كامل، اسبوع كامل تقدم خدمات طبيه، دكاتره تكشف، عمليات تتعمل، اكل وشرب بتوزع، لحمه وكراتين، ملابس للرجال وللنساء والاطفال، ملابس للمدارس وشنط مدرسيه، كمان خدمه المعاقين، كمان خدمه اللي عايز يعمل كارت ضمان كلام من ده بيعمله له، تمام. التوجيه النفسي موجود في القافله. طبعا انا بشكر النهارده معالي محافظ شمال سيناء اللي هو خالد مجاور، والنائب المحافظ اللي هو عاصم سعدون، وبشكر صندوق تحيا مصر اللي قدر يبتكر الفكره ديت ونكون احنا كتف بكتف معاه، وبشكر كل المتبرعين اللي شاركوا معانا، وبقول لهم استعدوا بقى لان هنعمم التجربه على مستوى مصر ان شاء الله. اتمنى ان انتوا تشاركوا معانا الفتره دي كلها، محتاجين 200,000 لحاف، 200,000 لحاف وبطانيه ان شاء الله، محتاجينهم بسرعه، ربنا يتقبل من الجميع ان شاء الله، ومحتاجين عربيه اسعاف للمستشفى. طيب تمام، ماشي. يبقى ده المشروع القادم، تبدا نشتغل على عربيه الاسعاف. شكرا جزيلا دكتور عماد عوض رئيس مجلس اداره جمعيه البر والطاقه المصريه، مكملين مع حضراتكم بعد فاصل قصير. مشاهدينا مرة تانية، مشكلة محبطة لأقصى درجات الإحباط، يعني البنوتة تتجوز وبعدين تحمل على طول وخلاص وفرحانين وفلانة حامل وننبسط، وبعدين يحصل لها إجهاض، وبعدين تحمل، معلش حصل خير، حصل خير، خيرها في غيرها، تحمل مرة تانية وتنبسط وتفرح وبتاع، وبعدين يحصل لها إجهاض، تبقى خايفة في التالتة يحصل لها إجهاض. الإجهاض المتكرر ده مشكلة ومحبطة ومحزنة لدرجة رهيبة، لازم نعرف إيه سبب الإجهاض المتكرر عشان ما يحصلش. خلونا نسأل أهل العلم. بتشرفني دكتورة رانيا حمدي استشاري أمراض النساء والتوليد رئيس قسم النساء بمستشفى الجلاء. ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك. يعني إيه الإجهاض المتكرر ده؟ الإجهاض المتكرر مش يعني أنه يحصل لي إجهاض مرة، لا، هي اتعرفت عندنا في الكتب اكتر من 3 مرات وبنقول عليهم كونسيكوتيف. يعني ايه كونسيكوتيف؟ يعني متتالي. يعني مش مره وبعدين انا ولدت وبعدين مره وبعدين انا، انت فاهماني؟ لازم الثلاث مرات يبقوا ورا بعض ويبقوا ورا بعض. كنا الاول الجايد لاينز بتاعتنا او اللي احنا ماشيين عليه ان احنا بعد الثالثه بنبتدي نعمل الفحوصات او التحاليل او الحاجات بتاعتنا، لكن دلوقتي الجديد ان احنا بعد تاني مره لا، ما تستنيش التالتة دي. ستوب بقى، هنقف ونشوف ليه ده اتكرر. هي مرتين وكفاية. طيب ايه الأسباب؟ بتكتشفوا ايه؟ لا بصي، الإجهاض له حاجات كتير وموضوع كبير. أهمها أو اللي بنحدد دايما عليها أو اللي بتخليني أبص أنا بدور على إيه، أنا بيحصل إجهاض فين بالظبط؟ يعني في الشهر في الوقت اللي انا وقت، يعني في واحده مثلا انا بعد ما بعمل اختبار الحمل بيوم او اتنين لا انا الحمل بينزل، مجرد ان انا بعرف ان انا حامل الحمل بينزل. في واحده تانية لا انا بعد التاني، في واحده بعد ما النبض بيظهر في الجنين، في واحده تانية في الرابع. انا فين بيخليني افكر انا همشي ازاي؟ يعني على حسب الوقت اللي بيحس الله اجهاض بتقدري تحددي انا بدور على ايه تقريبا. هي انا فين؟ انا الخريطه بتاعتي او السبب انا هدور فين؟ ايوه. اشهر حاجات او من اشهر الحاجات اللي بتعمل اجهاض متكرر في فتره بنقول عليها ايه مبكره،
او المبكر، اللي مجرد ما بعرف ان انا حامل بعدها باسبوع او بعشر ايام بالكثير بكون حصل الاجهاض قبل ما يشوف حتى كيس الحمل. غالبا بيبقى في صله قرابه من الدرجه الاولى بين الزوج والزوجه. ايوه الكروموسومات او الجينات بتبقى ليها دور رئيسي او عامل كبير جدا في النوع ده من الاجهاض. في حاجات تانية بتبقى مرتبطه بالتبويض. الله، يعني جواز القرايب ممكن يسبب اجهاض؟ اه طبعا، لان الزوجين بيبقى بيتشاركوا او بينهم نفس الانواع او نفس بنقول امرايه لجينات معينه او لحاجات معينه في المناعه تخلي الاجهاض يحصل. اصل يقول لك ممكن الولد يطلع عنده مشكله. بس انا دايما بهرج معاهم اقول لها تقول لي احنا وجوزي قريب، اقول لها انتوا مش عيله عقله، احنا بندور على حاجه. لكن الاجهاض دايما بيحصل ممكن ما يكونش في اي حاجه خالص، ودي بتبقى يعني بنسميها ايه، نعمه من عند ربنا. فتلاقي الاجهاض بيحصل مره واثنين وثلاثه لمجرد ان احنا قرايب، ابن عمتي او ابن خالتي او 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 هي قرايب، صله القرابه من الدرجه الاولى. مش معنى كده ان كل القرايب بيحصل لهم اجهاض، لكن ده من ضمن الاسباب اللي ممكن تعمل اجهاض او تكون مسؤوله عن الاجهاض. إيه لو في مشاكل في التبويض، هل انا عندي مشكله في عندي تكيسات على المبيض، في عندي مشكله في وظيفه البويضه؟ انا ساعات بعالج الاجهاض المتكرر من قبل ما الدوره تتاخر، بقول لها لا تعالي لي احنا هنبتدي ناخد علاج او نمنع الاجهاض قبل ما تحمل اصلا، من قبل ما تحمل اصلا. لا احنا هنبتدي نشتغل. بعض الامراض الوراثيه، ممكن مشاكل في الغده الدرقيه. بس انت ما بتقدريش تحددي سبب الاجهاض من اول مره، ما بتقدريش تحددي السبب؟ لا بصي، اول مره 20% من البنات او من السيدات الحوامل بيحصل لهم اجهاض، يعني كل 100 واحده بتعرف انها حامل 20 منهم بيحصل لهم اجهاض مره. ليه؟ ايه مجهود، عروسه جديده ومش فاهمه انها يعني ايه تاخد بالها، راحه، بنسميه عدم وعي. طبعا كنا بنشوف في الافلام يقعدوا ينطوا من على السرير عشان ينزلوا البيبي، بس في ناس تلعب رياضه، وفي ناس بتعمل مجهود، وفي بيروحوا الغيط، وفي بيشيلوا حاجات على دماغهم والحمل بيكمل. ما هي المشكله بقى عندنا بتبقى في كده، تقول لي مثلا ما حدش مقتنع او جوزي مش مقتنع ان انا المفروض ما اعملش مجهود، او ان انا المفروض يبقى فيه بيد ريست او راحه في الفراش. لا، كل واحده غير الثانيه. طب ما في واحده بتاكل تورتايه قد كده سكرها ما بيعلاش، وفي واحده ثانيه بتديها منجايه سكرها بيضرب في السماء. فلا، كل حاله غير الحاله الثانيه. فانا ببتدي بتيجي بنعمل التحاليل. ايه بقى التحاليل؟ ايه نوعيه التحاليل؟ بنشوف الغده الدرقيه، بنشوف هل في انيميا ولا لا، ضغطنا عالي ولا لا، في عندي مشكله في السكر. تشيك اب كامل يعني كامل. في الاول هرمونز ممكن يكون عندي مشكله في ارتفاع هرمون البرولاكتين اللي هو هرمون اللبن، او نقص في هرمون البروجسترون اللي هو المسؤول عن تثبيت الحمل في الاول، في اول اسبوعين. فببتدي واحده واحده كده. السونار دي حاجة بسيطة وسهلة وبتتعمل في العيادة وهي موجودة. بس احنا ساعات نسمع ان واحدة تحصل لها اجهاض 8 مرات وتبقى ده نادينا قابلتها كانت غريبة جدا، وسافرت امريكا وسافرت وعملت، بس ده من فترة. هل الموضوع ومحدش عارف ومفيش فايدة وبيحصل لها اجهاض ويحصل لها اجهاض في الشهر السادس، حاجات كده غريبة، وبعد سنين طويله حملت والحمل مش لوحدها، وتلاقيها تقول لك ما خدتش قرص سبرين وبعد ما خدت كل الاسباب وسافرت بره وبتاع وبرده بيحصل لها اجهاض. دي ايه؟ في 60% او في حالات من الاجهاض بنسميها ايديوباثيك او غير معلوم السبب برده. احنا العلاج بعد ما بندور، بعد ما نعمل سونار ونطمن ان انا ما عنديش ورم ليه في جوه تجويف الرحم، ما عنديش ورم ليه في ضغط على الرحم شخصيا، ما عنديش حاجز رحمي، انا ممكن اعمل منظار رحمي لمجرد ان انا امنع الاجهاض، اطمن ان انا عنق الرحم عندي الطول بتاعه مناسب ان هو يكمل الحمل، لازم ليا مينيمم 1.7، اقل من كده بقولها بقى ممكن نعمل ربط عشان ما يحصلش معانا اجهاض بعد كده. فاحنا بنبتدي واحده واحده ونشوف ونبتدي ندور، ما وصلناش لحاجه بنقول عليها غير معلوم السبب ونبتدي نشتغل معاها اللي هو العلاج الامبريكال او العشوائي. بندي حاجات كتير اللي هي التثبيت وكده، بس المثبتات ممكن بنلجا لحقن السيوله اللي هي زي الحقن اللي بتتاخد للسيوله اللي هي اللي بتزود سيوله الدم، بعد ما بنكون عملنا طبعا الورك اب او البروتوكول بتاع كل الاجسام المضاده، نشوف عندي خلل في جهاز المناعه ولا لا، عندي مشكله في الغده الدرقيه ولا لا. ببتدي واحده واحده اضيف او اقول
هي المشكلة بس إن أنا أقرر أو أحط قدامي البروتوكول بتاع العلاج وابتدي أمشي عليه المريضة. لان ناس كتير او الزوج شويه ممكن ما يبقاش متفاهم ان يقولي هي زعلانه ليه او زعلانه ان هي اجهضت، ايه المشكله؟ هم مش بيبقوا فاهمين ان البنوته او البنت بترتبط بالبيبي مجرد انها عرفت انها عملت اختبار حمل بوزيتيف ونيجاتيف، هو خلاص بيبقى ابنها، هي بتزعل عليه ابنها مش مجرد اجهاض. هو شايف انها مش المفروض تزعل؟ ايه عادي بقى مش مشكله، وهو مش زعلان؟ ده هو بيبقى زعلان برضه، مش زي الـ 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 البنت او الام. الام بترتبط ارتباطها بابنها فطري، حاجه جواها ونزلت فبتبقى يعني انت البنت من قبل ما تتجوز بتجيب العروسه وبتلبسها وتبتدي تربيها وتاكلها وتشربها، يعني غريزه الامومه بتبقى موجوده جوه اي واحده. فشيء طبيعي بتزعل، طبعا شيء محبط بشكل فظيع. طب انت ادوات التشخيص يعني في السونار ثلاثي الابعاد ورباعي الحاجات دي، ده ايه بقى، ده ايه دوره؟ ده بشخص بيه هل انا عندي حاجز رحمي موجود، حجم الرحم اخباره ايه، طول عنق الرحم هل انا محتاجه ربط ولا لا، موجود عندي ورم ليفي سواء في جدار الرحم او داخل تجويف الرحم، ايه المشكله اللي ممكن تكون مسببه لي دوت. ممكن بعمل بيه متابعه التبويض واحدد شكل بطانه الرحم بعد خروج البويضه، هل هي بالشكل اللي هو بنسميه ثلاث خطوط المناسب، القرش بتاعي من فوق اللي هو اخر الرحم واصل للسمك اللي يقول لي ان البطانه دي كويسه، لو حصل اخصاب والتصاق للجنين فيها هيكمل ولا لا، كل ده بيفرق معايا. يعني انت في ساعات تبصي في المنظار او في السونار تعرفي ان دي مش هتكمل؟ لا، اعرف من قبل ما يحصل حمل ان هي محتاجه مثبت قبل الحمل ما يحصل. مجرد وقت التخصيب جه. طب والمنظار الرحمي دوره ايه؟ لو في ورم ليفي موجود داخل تجويف الرحم مقصر او عامل ورم ليفي يعمل اجهاض؟ طبعا انا عارف انه الورم اللي فيه يمنع الحمل. لا، ممكن يعمل اجهاض متكرر يمنع الحمل حسب مكانه، لو هو ممكن يحصل عليه التصاق للجنين. وفي اورام اللي فيها بتبقى كبيره وكتيره وتلاقي الحمل يكمل. فاللي بيحدد او اللي بيخليني اقول انا همشي ازاي هو المنظار الرحمي، هل انا عندي حاجز رحمي موجود ولا لا، هل انا عندي مشكله ولا لا، انا هشتغل ازاي. ايوه طب بروتوكول العلاج بقى يعني بتحددي كل حاله، كل حاله اللي همشيها ازاي؟ مش كل الحالات هتاخد حقن سيوله. ليه حقن السيوله دي ايه فايدتها؟ انا مش فاهمه. عشان انها بتعمل بتوصل دوره دمويه كويسه للجنين. انت عندك الاجهاض بيحصل اللي هو ما فيش بقى في نقص بقى يا الدوره الدمويه وقفت من ناحيه الام يا من ناحيه الطفل. فعشان من ناحيه الطفل يعني انا عندي عيوب خلقيه في الجنين، من ناحية الأم يعني الدم اللي واصل للجنين وقف. أيوه فساعات بنلجأ لحقن الكليكس اللي هي حقن السيولة. حقن السيولة عامة إحنا للأسف هنا بدأنا نستخدمها بشكل مفرط. فأنا المفروض إن أنا الأول ببقى عارفة أنا محتاجاها ولا لأ. طبعًا. عشان أكتبها. لكن ما مش المفروض إن أنا بالسهولة دي أكتبها، لأن في الآخر دي ده بنسميه حاجة كبيرة، ده عقار طبي. وسيولة. انا بعمل سيوله في الدم. الموضوع مش بالساهل كده. طب انا بقى احب اختم دايما بالحته المحببه الى قلبي، كم مره جات لك واحده عندها اجهاض كم مره وبعدين خلفت؟ كتير. يعني مثلا ايه اكتر مره، ايه اكتر واحده جالها اجهاض؟ بصي انا من ألذهم او من ألذ الحالات اللي كانت عندي كانت حصل اجهاض 12 مره. والمره 13 دي كملت معايا. شوف سوا عشان ما تقعدوش تقولوا ال 13 ده النحس او ده ال 13 هو الحظ اهو. كانت خريجة اعلام على فكره بالمناسبه. وعملنا ربط وخدنا كليكسان ولا بتاعت سيولة ومثبتات ونمنا الشهور كلها لحد ما جبنا ابنها الكبير. يا روح قلبي. وبعدين في مره بعد ما ولدت لقيتها جايه لي، بعدين بتقول لي ايه البيريد ما بتنزلش، انا شكلي برضع نضيف، بعمل سونار لقيتي حمل في السابع. ايه ده؟ في السابع. سبع شهور ده بقى راجل جوه، ده في راجل يا حبيبتي جوه مش حاسه. لا، واللي خلاني بقى بضحك ان هي يعني هي البنت متعلمه بتقول لي كده ايه، مش قلت لك في حاجه بتمشي في بطني؟ ده رجليهم بتطلع وحاجات انسان جوه. هي متخيله، هي فاكره بقى خلاص انا شوفي اجهاض كم مره وكم مره بتاخد علاج ولفت على كل الدكاتره. فهو ربنا دايما اللي بيقول واحلى حاجه انها صامده
و12 مره وكملت يعني ربنا يبارك لهم. ومفيش ضغط اهل برضه وضغط مجتمع يبقى دمه تقيل قوي. لا هم كانوا جمال بصراحه، هم كانوا من الكابلز اللي عندي كانوا لذاذ قوي. طب احلى حاجه وربنا بيكرم كده لما بس عجبتني يعني اثبتت لي ان الطب دوت في حته، وطبعا اراده ربنا دي اهم حاجه. وفي السابع الله والله يا احلى حاجه وكانت جايه هي وجوزها بقول لك هي بتقول له مش بقول لك في حاجه بتمشي يعني بصراحه الموضوع يعني في كل حاجه بيد ربنا سبحانه وتعالى. بس هو انت اكيد كدكتوره برضو بتشوفي معجزات ربنا يوميا في في تخصصك يعني وفي الاخر الدكتور او الطبيب دايما بقوم تقولي يا رب بس اعملي كل اللي عليكي، احنا بناخد بالاسباب لكن في الاخر يا رب ربنا يكتبها للجميع يا رب. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة رانيا حمدي، استشاري أمراض النساء والتوليد ورئيس قسم نساء والولادة مستشفى الجلاء. نورتيني يا دكتورة، شكرا ليكم على حسن المتابعة. أشوفكم على خير في حلقة يوم السبت الجاي بإذن الله. سلام عليكم.